وانتوا عايزين كم شقه ان شاء الله؟ كم شقه يا معلم؟ احنا حد من المؤاخذة اتنين، يعني كل واحد فينا شقه لوحده عشان يبرطع فيها براحته. وماله، انا تحت امركم، بس الشقه ايجارها 25 جنيه، وبناخد فرق تشطيب عن الشقه 2500 جنيه. 5000 جنيه يا معلم؟ لا لا، كتير علينا. طب روح اسال في الشارع اللي جنبنا صاحب البيت بياخد كام تشطيب، مع ان في فرق ما بين تشطيبنا وتشطيبه. طب لو انا بقى يا معلم هاخد منك شقه، هتديها لي بكام؟ انت عشان خاطرك يا ست ورده ببلاش خالص. قد اقولك يا معلم؟ اموري بس وانت تشوف. لا لا لا، انا واخده على خاطري وزعلانه منك قوي يا فوزيه. يا فوزيه، يعني ما كانتش حميده قالت لي ما كنتش عرفت موضوع السفر ده؟ يعني من البت حميده دي اللي تسمعوا على بقها على طول. يا سلام، طب وانت ما تقوليليش ليه؟ ها، ما تقوليليش ليه؟ مش احنا برضو اخوات وحبايب؟ ولا كلكم تسافروا وتسيبوني لوحدي؟ تسيبوني لوحدي؟ لا ابدا يا نازك، بس اصلك ما انتش فاهمه ايه اللي حصل. طب ما تحكي لي يا اختي ايه اللي حصل. ابدا يا اختي، انا كنت هاخد البت بطه ونسافر. ام ابراهيم عارف قال لي ابدا يا لوزة، مش ممكن اسيبكم تسافروا لوحدكم ابدا. وحياتك عندي يا نازك وغلاوتك يا اختي، عمري ما توقعت ان هي ما يشبط فينا. الكلام اللي انت بتقوليه ده ياما، ابويا ما وافقش يطلع معانا العمره. انا عارف ان خالي تعبان وانت كمان شبطتي فيه وما كنتيش عايزه تطلعي العمره من غيره، صح؟ ترى يا بنت، يا بنت انت مش دريانه بحاجه. يا بنت يا بنت، الحزن اصله ليس على دماغك وما انتش عارفه بتقولي ايه. ثم الكلام ده كان بيني وبين ابوكي بس. امتى؟ هقول لك ايه، انا عذراكي يا حبيبتي من اللي انت فيه. المهم دلوقتي دهيجه ايه اللي حشرها؟ ها، ايه اللي حشرها؟